اللي رحنا ليها طبعا في دوري السيدات دي، طبعا لقطات من المباراه وسجلتها طبعا بكاميرتنا، كاميرا الابطال اللي كانت موجوده في الملعب وشاركت بطلاتنا طبعا الفرحه. وطبعا احنا زي ما قلت لحضراتكم النتيجه خلصت 2-1. طبعا ده تسليم الدرع الدكتور مجدي ابو فيخر رئيس الاتحاد، احتفال اللاعبات، كاميرا الابطال كانت مع اللاعبات، صورت طبعا لقاءات مهمه وصورنا هذا التقييم معاهم. اشوف التقييم وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله رب العالمين ان احنا حققنا البطوله دي، كانت بطوله غاليه علينا جدا، وخصوصا ان احنا السنه اللي فاتت برضه بنفس الموقف وقعنا فيه، والحمد لله ان احنا والف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك لجماهيره اللي هم واقفين معانا وبيشجعونا ومجلس الاداره والنشاط الرياضي، والحمد لله رب العالمين. طبعا الف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لسبورتنج والشمس. الحقيقه الدوري السنه دي بتاع البنات كان جميل جدا، منافسه كانت لغايه اخر وقت. اللي استحق اللي كسب المباراه الفاينل، ومجهود كبير جدا من نادي سبورتنج ونادي الشمس، الحقيقه بحييهم عليه. نادي الشمس عامل شغل كويس قوي، والاهلي الحمد لله في الاخر مبروك للاهلي على الفوز، وهارد لك لسبورتنج والشمس. الف مبروك للنادي الاهلي طبعا، هو الحمد لله احنا بالنسبه لنا احنا كنهايه الدوري طلع في حفلة جميلة زي ما حضرتك شايفة، الناس كلها مبسوطة، جماهير النادي الأهلي مبسوطين، بنقول هارد لك لنادي سبورتنج أدى اللي عليه بس خسر في الآخر، ومبروك النادي الأهلي. والسنة دي موسم استثنائي بالنسبة لنا، لأن يعني إحنا دايما ختام الدوري أو ختام الموسم بيبقى ماتش الرجال، السيزون ده يعني الماتش مختلف شوية، إن النهائي هو مع السيدات وانتهى في أحسن صوره. والف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لسبورتنج، الاثنين يستحقوا التكريم، عملوا سيزون هايل، وصلوا النهائي، قدموا صوره جميله لكره السله المصريه، لازم فرقه في الاخر تفوز. الاهلي فاز، الف مبروك، وخد درع دوري والدرع العام، لانه طبعا برضه الدرع العام ده بيتحسب على جميع بطولات الرجال لوحدهم والبنات لوحدهم، عشان الناس تبقى فاهمه عن ايه الدرع العام. وقدموا موسم اكتر من رائع، وربنا يوفقهم في اللي جاي. بصراحه احنا بنهدي الفوز ده بامانه لجمهور النادي الاهلي، بصراحه مؤمن زكريا، عشان احنا كنا عايزين ان احنا نكسب ونديله الفوز ده، وبامانه برضو اهالينا وكل اصحابنا وكل الناس، بجد كان من اصعب الدوري، مش بجد ما كانش سهل خالص عشان فتره التوقف، كان بيست اوف 3 كمان، بس الحمد لله احنا عملنا اللي علينا وكسبنا. اكيد طبعا مبسوطه قوي، ببارك لفرقتي على المركز الاول. دي حاجه طبعا فريق سبورتنج اكيد فريق احنا متعودين ان احنا نبقى معاه على طول في الفاينل، اذا كان فاينل كاس او الكاس، يمكن يعني السنه دي اخفقنا ان احنا نوصل، بس طبعا ان احنا نوصل معاهم الفاينل سبورتنج، لا ده طبيعي، ده على طول ان احنا معاهم على طول. فريق سبورتنج فريق جامد، بس احنا متعودين، خسرنا السنه اللي فاتت برده نفس الحاجه، اول ماتش وبعد كده تاني ماتش كسبنا، وتالت ماتش كسبنا نفس السيناريو حصل بالظبط السنه دي. يمكن توقف الكورونا ده حصل فيه ان هو اثر كتير قوي على الناس، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نرجع بمستوانا على طول، وكسبنا الدوري عشان الجمهور. الف مبروك للجهاز الفني كله ولجمهور نادي الاهلي ولفرقتي طبعا. الماتش والسيريز دي كلها البيست اوف 3 كانت صعبه جدا جدا، كان محدش كان عارف مين اللي هيكسب، فرقه سبورتنج فرقه محترمه جدا، بس الحمد لله احنا جينا وادينا اللي علينا واكتر، الحمد لله ربنا كفينا ان احنا ناخد الدوري. احنا لعبنا ثلاث ماتشات في اقل من اسبوع، النهارده كنا نازلين كلنا ناويين ناخد الدوري عشان نهديه للجمهور، موتنا نفسنا. يمكن احنا الكوارتر الثالث والرابع ما كانش زي الاول والثاني، اللعيبه تعبت، احنا بقالنا اقل من اسبوع بنلعب ثلاث ماتشات، بس احنا كفرقه احنا تعبنا جدا الفتره اللي فاتت احنا والجهاز الفني، وده ثالث دوري على التوالي، فدي احسن حاجه. الحمد لله كان التوفيق من نصيبنا، من اسبوع الدرع اتاخد من النادي عشان يسلم للفريق الثاني، بس احنا قررنا انه لا، الدرع هيرجع للنادي ثاني وهيتوج باسم النادي الاهلي، والحمد لله التوفيق كان في صالحنا. يعني الموسم كان طويل وصعب بصراحه، بس احنا كنا قدها وعلى قد الصعوبات اللي واجهتنا، بس قلنا انه لازم ننهي الموسم دوت بشكل احسن، والكاس يبقى في النادي. طبعا الفوز دوت عشان جماهير النادي الاهلي اللي دايما في ظهرنا، وعشان اصغر مشجع في النادي.